المصطلح اليوم من المصطلحات كثير تستعمل كثير حلوة. It's like finding a needle in a haystack. بعض الكلمات مفهومة واضحة بس يمكن كلمة haystack. Haystack هو التبن لما بيجمعوه، إذا بتشوفوه بالاستابل بيقولوا له مطرح الأحصنة اللي بيجيبوا لهم إياه ليأكلوا الأحصنة، بيبقى بيخزنوه هون بالستيبل مخزن، بتلاقيه بكميات هائلة. شكلها بيبقى هيك وهي ريكتانجل وحجمها هيك تقريبا الهايت العلو وهيك طولها. بتبقى أشياء بيشيلوها وبيحطوها على التراكس وبياخدوها على ستيبلز. المقصود انه مثل كأنك عم تحاول تلاقي إبرة بهالهيستاك. إذا فعلا وقعت إبرة بهالهيستاك لو أنت عم تدور عليها، لأنه هو في فراغ كتير بين هالقش بقلبه، الإبرة بتضيع بسهولة. يعني إذا أنت عم تحاول توصل عليها بدها تسلت على محل تاني وما تلاقيها. يعني المقصود لما بيكون في شيء صعب جدا نحصل عليه وحدا عم يقول لك مثلا ما فينا نلاقيها، عشان تقول له هي It's like finding a needle in a haystack. لتحصل على هالشيء اللي انت عم تسأل عنه كأنك عم تحاول توجد إبرة بهالقش هيدا الهيستاك. مثل كتير حلو كتير يستعمل باللغة، بتسمعه بالأفلام، بتسمعه بالناس بتحكيك اليوم بالجملة، كتير يستعمل. بقى هنعيد لفظة It's like finding a needle in a haystack. بتمنى نأيده ونحفظه على يمين انه نقدر نستعمله. وانا مثل ما عم لكم هلا هو اللي يمكن بقى عم يصير مع كثير منكم، انه المصطلح اللي انا اوقات بشرحه يمكن بعد يوم اثنين جمعه حدا يسمعه بشي فيلم او حدا يسمعه من صديق او لحدا لقله اللي هو بيكون نيتف لنقول لبلده بيحكي انجلش الا ما يستعملون، بصير انت عم بفهم انا فهمت سؤال لانه هيدا المصطلح انه انت تعلمته اوكي او انتم تعلمتوا اكيد. بتمنى نشوفكم بمصطلح جديد. الله يعطيكم ألف عافية.